ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالتحالف الوطني للعمل الأهلي هيطلق المرحلة السابعة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين، وبتتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب والمستلزمات الطبية والبطاطين والملابس والمشروبات وغيرها من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. النهاردة هيقيم متحف إيموحاتوب بسقارة احتفالية بمناسبة الذكرى 18 لافتتاحه بعنوان المتحف تراث وهوية، وده لإلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة. الاحتفالية بتشمل عرض مادة فيلمية عن سقارة في قاعة التهيئة المرئية بالمتحف، فضلاً عن معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية اللي بتجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتدين الزي المصري القديم، علاوة على تنظيم جولة في معرض الحرف التراثية اللي بيقام في الساحة الخارجية للمتحف. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي زد مع الجونة الساعة 4 عصراً. في 7 مساءً هيلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي. في نفس التوقيت هيلتقي الداخلية مع فيوتشر.